كابتن انت من العباد اللي تدافع ديما على المرأة التونسية وخاصة على اللاعبة أنس جابر. والله ما نجمش نقول انا قد مع سلم لو نسكت كنت قبيله مع حليك قلت اللي قالوا عليه على الكره انا ما نجمش نتكلم عليها. اه تو لا لا ما نسالش نحب لا يعطيك الصحه لا ماشي كوم سا صحيح معناها أنس جابر يكون اصبحت في تونس وعجبتني في الكلمه قالت هي حلت الباب من الاخرى عملت اوتوروت اوتوروت ما يتبقى انا مره دخلت عرفت علاش يلبسوا بالابيض في ويمبلدون خاطر من اللور بكل اتجاه نتاعو سي تان سبور داريستوكرات اليوم كي توا توا عرفت اللي شو اللي صار وباللغه العربيه وكذا سي معناها اوني اون تران دو فولغاريزي سو سبور داريستوكرات سي بيان فهمتي ولا فوالا انفتاح كابتن انفتاح اكثر لا بون انفتاح فولغاريزي معناها فولغاريزي كومون ديري معناها بون خلينا نسمع سمير خاطر نشوف فيه ماخذ دي نوت على التنس واحد في باله جايب شي حل معناها جايبين سليمه باش تحكي انت على التنس شوفيك ماخذ اي وجود سليمه لهنا ما عادش في الكلام مي عندي بعض الاسئله ربما على لسان التوانسه تحكيتوا على التتويجات علاش أنس ما توجدش احنا ماهم ماشيين كابتن باك المونتاليتي نتاع الفوت والهون وكذا قداش هزيت من التيتر تو ليكيب ناسيونال نتاعنا نتاع الفوتبول وصلت 14 مونديال 14 مونديال على العالم 14 ومرت مرور الكرام اعطيني تيتر دونك احنا مشينا فيك ليسبري هذاك نتاع التيتروات انا عندي ربما زوز ملاحظات وبسرعه ما نطولش بيان سور الكالندري نتاع ربما سليمه هنا اكيد مش تنورنا برايها الكالندري نتاع أنس شارجي على الاخر الموسم اللي تعدى لعبت فوق ال 60 ربحت 46 ماتش شارجي اسكو هذا مش ياثر عليها للموسم القادم ولا ثم هل انها ما هي باستطاعتها او ربما انا ما عنديش المعلومه انا عندي دي تورنوا نختار دي تورنوا نجم نلعب فيهم ولا لا؟